بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد ومن والاه. نبدأ الفيديو اليوم بالأعمال الزراعية التي تلي قطاف الزيتون وكيفية تسميد الأشجار ورعاية أشجار الزيتون، وسأقوم ببيان عملي عن تسميد هذه الشجرة وتحريك التربة ووضع الحوض وكل ما يستلزم ذلك. سأقوم بأولاً أقوم بركش الشجرة بشكل مناسب. إذا نبدأ من جهة وندور حول الشجرة، وسنلتقي في نهاية هذا العمل. نعود إليكم بعد القيام بعملية حفر حول الشجرة، إزالة الأعشاب الضارة وتفتيت التربة السطحية للشجرة. أقوم بردم ساق الشجرة، وذلك ابتعادا لإبعاد هذه الشجرة عن النماتودة والعفن، لذلك حتى لا تتعفن الساق نقوم بحماية الساق بهذا الشكل ونردم حوله التربة. ونرى هنا العروق الشجرة كما نراها، هي سطحية، سأريكم إياها، انظروا إليها. هذا عرق من عروق الشجرة، لا يمكن إذن زيادة الحفر أو زيادة الركش، وإنما ركش سطحي حتى تتنفس العروق وتنمو العروق. بعد ذلك أقوم بحفر خندق كما نرى، حفر خندق حول الشجرة، وهذا الخندق يجب أن يكون دائريا بشكل الشجرة الخارجي، إذا يراعى أنه يوازي الشكل الخارجي أو مسقط الشجرة الخارجي مسقط الشجرة إلى الأرض، هو هذا الدائرة الكبيرة، والتي سأضع بها السماد البلدي المتخمر، ومن ثم أقوم بتحريكه. سأضع السماد البلدي المتخمر، وبعد ذلك أقوم بخلطه مع التربة. هذا سماد بلدي متخمر كما نرى، أقوم بوضعه بهذا الشكل، ويفضل أن يوضع سوبر فوسفات مع هذا السماد، يفضل أن يوضع، وكميته يجب أن تكون حوالي كأس كبير، كأس كبير. أقوم بوضع الأسمدة بهذا الشكل، طبعا هو بيان عملي كما قلت وليس
تجرى هذه العملية في الشتاء كل 40 يوما إن أمكن الفلاح، وإن لم يتمكن فيضع كمية كافية بحيث لا يحتاج إلى وضع سماد مرة أخرى. بعد ذلك أقوم بخلط السماد مع التراب بهذا الشكل، وتكون الشجرة بهذا ذلك أخذت كميتها من السماد. إذن بعد ذلك نقوم بخلط التربة مع السماد وسقاية الشجرة، ولكن في فصل الشتاء قد تقع الأمطار، وإن شاء الله تقع الأمطار وتشرب الشجرة بشكل مناسب. أقوم أيضا دائما بإزالة الأعشاب الضارة وخلط التربة وتسوية الحوض يراعى أيضا في ذلك أن تكون كمية الحوض وسماكة الحوض من اتجاه الأمطار وسيل الماء يجب أن يكون أعلى، أي أن الأرض هذه الأرض عندما تكون بهذا الاتجاه يراعى أن يوضع حائط من التربة عالي حيث تتجمع كمية أكبر ونسبة عالية من الأمطار. وهكذا أكون قد أنهيت عمل هذه الشجرة وجاهزة لفصل الشتاء الكامل، حيث أنها ستشرب من مياه الأمطار وتنمو وتأخذ جزءا وافرا من الماء وتنمو في الربيع. وأكون قد جهزتها وقمت بتقليمها وتجهيزها، فأصبحت جاهزة تنتظر الربيع لتنمو من جديد. كان معكم من ريف حلب عبود عيسى، أشكر متابعتكم وإلى لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.